هل تساءلتم يوماً عن وجود أحداث مثيرة وغير قابلة للتفسير تحدث في أماكن مختلفة حول العالم؟ إنها تلك اللحظات المدهشة التي تحدث في لحظات لا تكتب ولا تخطط، ولكنها تصادف بالصدفة وتسجل على الكاميرات، وهذا ما سوف تشاهدونه في هذا الفيديو. فلنبدأ. أخبرنا كيف سيكون شعورك إن كنت تقطن بهذا الفندق. يبدو أنه لا يدرك خطورة ما يقوم بفعله ويظنه مجرد تسلية وحسب. هذا المقطع التقطته كاميرا المراقبة الخاصة بهذا المستشفى الذي يوجد بالهند، حيث سنتفاجأ بتحرك كرسي متحرك من مكانه، وليس بفعل الرياح أو ما شابه، لأنك ستتفاجأ حتماً عندما تراه يندفع لصعود الدرج، وكأن أحدهم يقوم بدفعه. ربما يكون كياناً من العالم الآخر، غريب حقاً. هذا مجرد شجار عادي بفلوريدا، حيث يبدأ الصراع بمباغتات وينتهي باصطياد الفريسة. فهذا هو قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف، فإما أن تأكل أو تؤكل. إن أردت أن تجرب مدى مرونة ذراعك فإليك هذه التجربة، لكن احذر أن تتسبب بكسرها. رغم صغر حجم العنكبوت، إلا أنه قادر على هزيمة أكثر الكائنات سمية بالرغم من كبر حجمها. كان هذا من بين أغرب الروبورتاجات التي تم تصويرها على الإطلاق، حيث نشاهد بالخلف سيدة تشبه المقدمة بشكل كبير، لا من حيث ملامحها ولا من حيث ملابسها، ربما تكون أختها، هذا إن لم يكن الأمر مجرد صدفة غريبة. انتشر هذا المقطع بشكل واسع على الإنترنت لحرية بحر مستلقية على الشاطئ، فهل تعتقد أنها موجودة بالفعل؟ أم أنها مجرد امرأة عادية ترتدي ذيل حرية البحر؟ ما الذي يحدث هنا؟ وكيف يكون هذا ممكناً؟
لأن هذا الأمر يبدو جنونيا حقا. وإن حاولنا تفسير الأمر فإنه قد يكون من بين الأسباب وراء هذا الانكماش المفاجئ قوة الضغط أو التفريغ الكلي للهواء، وقد تكون نتيجة تفاعلات كيميائية غير عادية داخل الصهريج. وتبقى هذه مجرد فرضيات لأن السبب الحقيقي لم يعرف بعد. يبدو هذا مذهلاً حقاً. أحياناً تكثر المركبات البحرية بشكل كبير، لكنها تسير بانتظام دون أي مشاكل على الإطلاق، وهذا الأمر نجده فقط بأمستردام. هل لا يخبره أحد بأن هذا الشيء لا يستعمل على هذا النحو ولا يؤكل من الأساس؟ مقطع غريب آخر يوثق لحظة اندفاع دراجة هوائية من تلقاء نفسها. ظنوا أن أحدهم هو من قام بإسقاطها على الأرض، لكن بالرجوع لكاميرا المراقبة أدركوا أن الأمر عكس ما توقعوه، لأن هذا لن يحدث أبداً دون تدخل أحد. هل تستطيع خوض هذه التجارب الجنونية دون أن تفقد الوعي مثل ما يحدث مع الكثير ممن تجرؤوا على فعل ذلك؟ صديقان يتحدان كجسد واحد بهذا الشكل لينجزا عملهما بوتيرة أسرع. هذان الزوجان يحاولان فعل المستحيل، ألا وهو وضع ماكينة خياطة ثقيلة الوزن فوق قنينات زجاجية، لكن الصادم هو أنهما فعلا تمكنا من فعل ذلك، فتحول المستحيل إلى ممكن أمام أعيننا جميعا. تم التقاط مقطع لهذا الإعصار المفاجئ فور حدوثه من زاوية قريبة جدا، يبدو مرعبا حقا. إليكم لحظة سقوط هذا البرج الضخم بشكل مفاجئ، فماذا لو كان أحدهم قريباً جداً؟ أو يمر من موقع سقوطه؟ لحسن الحظ أن هذا لم يحدث، لكن السيارة تحطمت بالكامل. هكذا يتم نقل تمساح ضخم وثقيل الوزن بعد تنويمه. هذا عندما يتم تخريب الشاحنة بسبب سوء نقل الحمولة.
أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة كي يصلكم كل جديد. نلقاكم في فيديو مقبل إن شاء الله. مهلا. نقترح عليكم أيضا مشاهدة هذه المقاطع.